تابع كانت هذه جيجي، هذه لا يكون ما لدينا بمعلومه نتناقشوا فيها، تحل مواضيع عديده. نستقبلوا مع بعضنا سي رمزي العمالي، خبير في الميكانيك. صباح النور سي رمزي، شنو فايزة؟ الحمد لله، لاباس الحمد لله يا رب. اليوم باش نحكيوا على حاجه مهمه في الكهرباء، كيفيه التعامل مع المكيف وما ادراك ما المكيف اللي ولينا نستعملوه براتيكمون 6 اشهر. نستعملوه براتيكمون اي مده، خاطر توا احنا ديجا في شهر اكتوبر مازلنا لابسين الدنيا سخونه، براتيكمون مازلنا نستعملوا فيه الكليماتيزور. اما المكيف هذا يظهر لي كيما المكيفات نتاع الديار، عنده روتين معين نتاع عندنا طريقه نتاع استعمال معينه، وعندنا طريقه معينه للحفاظ عليه. تفضل. احنا قبل ما نحكيوا على الكليماتيزور وباش نشوفوا الطرق كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نحافظوا عليه، يا ريت نفهموا البرانسيب دو فونكسيونمون تاعو كيفاش يخدم. احنا اساسا الكليماتيزور باش يعطينا تمبيراتور بارده، الفكره جات من الاول كي ناخذوا هواء مضغوط ببريسيون كبيره، نقولوا احنا 25 بار. داكوغ. كي نطيحوا في البريسيون هذيك بروسكومون نهبطوها ل 2.5 بار، فك الشوت دو بريسيون هذيك التمبيراتور باش تبرد برشا. الغاز باش يبرد برشا، ولهنا ثم دي غاز يكونوا سونسيبل ياسر للشوت دو بريسيون. كما الفريون ده من اول تاريخ الاوتوموبيل الغاز اللي كان مستعمل هو كان الاردوز، نسموه احنا الاردوز. كان الغاز هذا يقوم بالواجبات نتاعو على احسن وجه، لكن الاشكال الكبير كان فيه هو كان مضر بالبيئه اساسا بطبقه الاوزون، وهو غاز ايفيد سير، معناها يسبب في الاحتباس الحراري. هذاك علاش في الدومين اوتوموبيل منعوه منعا باتا باش نستعملوا الاردوز. شنو هو عوضوا الاير 134A. الغاز هذا ما يضرش بطبقة الأوزون، مي هو غاز ايفيد سير يتسبب في الاحتباس الحراري. بعد 2017 جاء الغاز R1234YF، هذا أقل ضرر للبيئة. الفرق الوحيد ما بين لي دو غاز هذوما R134 و R1234 انه الثاني اغلى بيسر، معناها كي ناخذوا زوز كراهب عندهم نفس الكونتي باش نصبوا لهم نشارجوا لهم نفس الكونتيتي نتاع الغاز. واحد بار اكزومبل نشارجوه ب 100,000، الاخر نجموا نشارجوه حتى للمليون، لهنا الفرق كبير. معناها عاود جوست فسر لنا هذايا، الفرق كبير وقت نشارجيو الكليماتيزور نتاع الكهرباء ب 100,000 وثما النوع نتاع الغاز. ثما النوع نتاع الغاز، الغاز هذا R1234YF، هذا الغاز غالي برشا، واحنا كيفاش نعرفوه الريفيرونس نتاع الغاز هذا؟ تحل الكابو باش تلقى تيكي في الوينر بلاج افون، تلقى فيها الريفيرونس نتاع الغاز نتاعك، كان باش تلقاه R1234 سيرتو بعد 2017، راهو الغاز هذاك غالي برشا، معناها نردوا بالنا لهنا يصير فويت في السيركوي ولا حاجه، من بعد وقت تجي باش تشارجي الغاز نتاعك، راهو الشارج نتاعو غالي برشا. احنا توا اللي موجود حاليا في السوق عندنا لي دو تيب هذوما 134 و1234. اي شنو الفرق بيناتهم بربي سي رمزي؟ واه بالنسبه ل 1234 هو لحمايه البيئه، ما يضرش بالبيئه. وسومو اغلب ياسر، مي لي دو عندهم نفس ليفيكاسيتي. ايه. وهذا جاي بعد 2000. اما واحد اغلى من واحد. واحد اغلى من واحد، يتكلف برشا وقت نشارجو الكليماتيزور نتاعنا. باهي، احنا فهمنا لهنا انه باش تصير عمليه التبريد يلزموا هالغاز هذايا يكون في ضغط عالي، ومن بعد بريسكومون تهبط البريسيون هذايا. باش يصير الضغط العالي شنو يلزم يكون؟ يلزم يكون عندنا كومبريسور. دونك لهنا فهمنا اللي كومبريسور هو باش يعطينا البريسيون الكبيره برشا. باهي، شنو اللي باش يعمل الشوت دو بريسيون؟ ثم قطعه اللي هي ورا تابلو دو بور تتسمى ديتوندور. الديتوندور هذه باش تهبط لنا، نقولوا احنا مثال من 20 بار تهبط لنا ل 3 بار مثال، فك الشوت دو بريسيون هذيك الغاز باش يبرد. وين باش يتعدى؟ باش يتعدى ليفابوراتور اللي ورا تابلو دو بور، وباش يبرد لنا الكهرباء. باهي، قلنا لهنا بالنسبه للكومبريسور وقت باش يطلع البريسيون برشا. مع البريسيون شنو باش يصير لهنا؟ الغاز باش يطلع بتمبيراتور كبيره يوصل حتى 85 دغري سلسيوس. لهنا شنو لازم؟ لازم يكون ثم راديتور اللي نسموه احنا كوندونسور، ويخدم مع لي دو فونتيلاتور. باهي، لهنا كي نحطوا الكونتاكت احنا باش نخدموا الكليماتيزور دو فاسون سيستيماتيك، لي فونتيلاتور باش يخدموا. ولهنا برشا في بالهم كي يحط الكليماتيزور والفونتيلاتور تخدم، راهو الفونتيلاتور هذيك باش تبرد الموتور، وهي ريالمون راهي باش تبرد الغاز نتاع الكليماتيزور. دونك من 85 حتى 45. معناها ما نحطوش كليماتيزور وفونتيلاتور مع بعض. لا شوف. فسد. هو كي باش نحطوا، لا حاولوا نفهموا. انبسطوا خاطر نفس. لهنا كي باش نحطوا الكليماتيزور اون مارش. داك. باهي.
الكمبريسور باش يطلع في البريسيون تاع الغاز وباش يطلع في التمبيراتور. دونك الغاز هذاك باش يتعدى على الكوندنسور يلزمو يبرد لهنا دو فاسون سيستيماتيك. المستعمل ما عنده حتى دخل هنا في الفونتيلاتور هذيك. الفونتيلاتور باش تخدم وحده دو فاسون سيستيماتيك. اما برشا عباد يفهموا على اساس الفونتيلاتور هذيك خدمه باش تبرد الموتور خاطر ولا عنده شارج الموتور. فهمناها توا. دونك لهنا في السيركوي الكل باش نلقاو الكمبريسور باش يعطينا ضغط ايدي توندور هو باش ينقص في الضغط هذاك دو تيل سورت باش تولي عندنا كالتمبيراتور البارده اللي باش تدخل لنا اترافير ليفابوراتور. وقلنا زدنا لهنا رادياتور باش يعدل لنا في التمبيراتور اللي باش يعطيها يعطيها الكمبريسور. لهنا ثم سؤال يطرح نفسه. انا كي نخدم الكليماتيزور اسكو الكمبريسور هذاك يبقى يخدم اون بيرمانونس؟ معناها يبقى ديما يخدم والا يخدم ويقص؟ باهي. لهنا في السيركوي شنو نلقاو؟ نلقاو كابتور باش يقيس البريسيون تاع الغاز. ونلقاو كابتور باش يقيس التمبيراتور نتاع ليفابوراتور. لهنا لي دو انفورماسيون هذوما يمشيو للكالكولاتور، والكالكولاتور سويفون لي انفورماسيون هذي باش يحل ويسكر على الكمبريسور. لهنا شنو نفهموا منه؟ نفهموا اللي الكمبريسور راهو ما يخدمش على طول، راهو يخدم ويقص. ولهنا باش نوضحوا اللي ثم خطا شائع كبير موجود تداولوا الناس كل ميم حتى لي بروفيسيونيل. احنا كي ندخلوا على لي ريزو سوسيو على الفيسبوك وعلى تيك توك كيما نقولوش المئات نلقاو العشرات نتاع لي فيديو كلهم يعطيو في ديز اكسبليكاسيون غالطه على الكليماتيزور. ليكسبليكاسيون هذه شو تقول؟ يقول لك انت كي تسوق الكهرباء وتجري مثال في ال 120 ما يلزمكش تخدم الكليماتيزور خاطر لومبراياج نتاع الكليماتيزور يتهلك. هذه ديما نسمعوه. مي ريالمون راهو الكليماتيزور الكمبريسور بتبيعته يخدم ويقص، يخدم ويقص. معناها مش صحيحة؟ ماهيش صحيحة. داكور. ساعات عباد ولد خايف يلقى روحه مثال في اللوتوروت يا إما باش يقف وهذا يخطر، وإلا باش ينقص برشا في الفيتيس كيف كيف في اللوتوروت اختار ريانكو باش يخدم الكليماتيزور. راهي المعطيات هذه كلها غالطة، هو بتبيعته الكمبريسور راهو يخدم ويقص. ده قلنا احنا الكابتور دو بريسيون هذاك كي يلقى داكور بريسيون اقل من دو بار راهو دو فاسون سيستيماتيك باش يقص على الكمبريسور. لهنا حمايه للكمبريسور خاطر الكمبريسور كي يخدم افيد باش يتهلك. ده كي توصل للتمبيراتور باش تفوت 20 بلوتو البريسيون باش تفوت 26 بار لهنا كيف كيف الكالكولاتور باش يقص على الكمبريسور. نفس الشيء بالنسبه للكابتور التمبيراتور. مثال احنا عدلنا التمبيراتور نتاعنا على 24 دغري سيلسيوس. نفترضوا الكمبريسور يخدم ووصلنا للتمبيراتور هذيك، الكالكولاتور باش يقص على الكمبريسور، الكمبريسور ما عادش يخدم، للي تعاودك التمبيراتور هذيك هي باش تطلع، هو كيف كيف يعاود يخدم الكمبريسور. معناها شنو نفهموا من هنا؟ اللي راهو الكمبريسور يخدم ويقص، يخدم ويقص. لو فات اني ما خدمش الكليماتيزور كان هي وحابس، هذه حكايه ماهيش صحيحه. باهي. لهنا كيفاش نتعاملوا مع الكليماتيزور نتاعنا؟ وكيفاش نحاولوا نطولوا في عمر الكمبريسور؟ من الحاجات اللي نعملوها اغلب العباد سيرتو في الصيف تبدا الدنيا سخونه برشا، ديما يحط تمبيراتور مثل 17، يحط اقل حاجه 16 17. لهنا سيرتو وقت تكون الدنيا سخونه برشا شنو باش يصير؟ لهنا الكمبريسور باش يولي يخدم برشا باش يحاول يوصل لك التمبيراتور هذيك، وهذا باش يخلينا الكهرباء تاكل برشا وقود اون ميم طون يستهلك برشا من عمر الكمبريسور. نفس البرنسيب في الكليماتيزور اللي موجود في الدار. علاش احنا ديما منصوح به في الدار يكون الكليماتيزور معدل على درجه حراره 26 هذيك باش الكمبريسور يلقى الوقت انه يخدم ويقص، يخدم ويقص. المومون وقت اللي باش يقص فيه الكمبريسور اول حاجه مش يرتاح، ثاني حاجة ما يستهلكش الطاقة، وهكاك نقتصدوا في الطاقة ونطولوا في عمر نتاع الكمبريسور. هذه من النصائح نوجهها للمستعملين السيارات. تعطينا في نصائح كيفاش نجموا نطولوا في عمر الكمبريسور. في عمر الكمبريسور. كي نعاودوا نلخصوهم رابيدمون. باهي، نعاودوا نلخصوا رابيدمون. باهي، عندنا الخطأ الشائع الأولاني اللي يقول لك ما تستعمل الكمبريسور كان أنت واقف في ريجيم با، معناها الموتور يدور في الرالونتي، هذيك راهي حاجة غالطة، خاطرك أنت بطبيعتك وقت تسوق في الكهرباء وتجري في 120 راهو الكمبريسور هو بطبيعته يخدم ويقص. دونك هذه لي فيديو هذوما موجودين برشا راهو ما عندهاش حتى اساس من الصحه، خاطر هو سيتان سيستيم السيرفي فيه دي كونترول ياخذ دي زانفورماسيون من عند دي كالكولاتور يعديه للموتور، والموتور حسب البريسيون تاع الغاز وحسب التمبيراتور هو باش يخدم
الكمبريسور والا باش يقصوا باش احنا نطولوا في عمر الكمبريسور ولا نقتصدوا في الطاقه. ماذا بينا كي نطلعوا في الكهرباء ما نحطوش ديما في التمبيراتور، نجم نحطها من الاول ومن بعد نعدل في التمبيراتور، نحط مثال 24 25 حاجه كيما هكا باش دو تيل سورت الكومبريسور يلقى الوقت اللي يرتاح فيه وما ياكلش. اللي يسمعوا فينا توا يسالوا سؤال مثلا يقول لك كيفاش باش نعرف انا الكومبريسور نتاعي فيه مشكل. باه الكومبريسور يبدا يعمل في الحس كي يخدم ويقص مثلا، اسكو هذيك علامه من علامات انه فيه مشكل؟ باه ريتم الاشكاليات توا باش نقولوا احنا كومبريسور فيه مش هذاك الكومبريسور كي يكون فيه في اشكال ويعمل حس هذاك ظاهر اللي عنده مشكله نتاع رولمون. داكور رولمون هذاك يبدا يعمل في الحس، ثم اشكال في الكومبريسور، اما ينجم يكون عندنا الحس نتاع رولمون او ميم طون الكومبريسور يخدم، دونك يلزمنا نصلحوا الرولمون هذاك سينو باش نتعداو انه نخسروا الكومبريسور. لا بارفوا الكهرباء ما تبردش كاريمون. داكور. لهنا ما نجمو نعرفوا اللي الكومبريسور نتاعنا مهلوك والا لا، وتجينا راي برشا اسئله من النوع هذا، اسكو بالاباري دو دياغنوستيك انا جو سوي كابابل، اي جو سوي كابابل باش نعرف كومبريسور معناه مهلوك والا لا، بالاباري دو دياغنوستيك نجمو نعرفوا مثال بريسيون نتاع الغاز موجوده والا لا. نفترضوا مثال لقينا ما ثماش بريسيون نتاع غاز، راه مش معناها عندك اشكاليه في الكومبريسور، وبالرغم ثم برشا يقول لك انا خدمت والكومبريسور ما خدمش، هو عادي جدا ما يخدمش الكومبريسور طونكو اللي ما عندكش بريسيون تاع غاز وهو معموله حمايه للكومبريسور. كي يبدا ثم غاز تشارجي غاز اما الكهرباء ما تبردش. باهي كي تشارجي يبدا غاز موجود والكهرباء ما تشارجيش. احنا كي حكينا تو على البرانسيب دو فونكسيونمون قلنا باش يوصل لهواء بارد ثم يلزم بريسيون ومن بعد تصير شوت نتاع بريسيون. حاجتين لهنا ينجموا يكونوا موجودين، يا اما الكومبريسور صحيح يدور مي ما يعطيناش في بريسيون كافيه، والا اكدي طوندور ماهوش قاعد يخدم في الخدمه نتاعو. هذا ماكهاو. هذا لا، ثم في السيركوي يكون ثم فويت. كي يكون عندنا فويت صغير بالطبيعه دو فاسون سيستيماتيك بشويه بشويه بشويه. اون بو لو ديتيكتي بالدياغنوستيك معناها؟ لا، بالاباري دياغنوستيك ما نجمش نديكتيو. لهنا شنو نعملوا؟ نمشيو بالماكينه اللي نشارجيو بها الكليماتيزور. الماكينه هذه في البروسيسوس من الاول انت قبل تشارجي الكهرباء نتاعك هي باش تعمل ديبريسيون باش تعمل في باك الديبريسيون هي تنجم البو ديتيكتي معناها اللي انت عندك فويت. لهنا اللي طابلو لاني نصلحوا الفويت هذاك وين موجود ومن بعد نشوفوا نتاكدوا من الكومبريسور نتاعنا يخدم كونفنابلومون والا لا. معناها ثم ديزيتاب نتبعوهم دو ا جوسكا زيد. من نصائح نوجهوها للحرفاء والمستعملي السيارات بصفه عامه، في الشتاء براتيكمون ما نستعملوهش الكليماتيزور، ولهنا ماذا بينا على الاقل مره نقولوا احنا مره في الشهر نخدموه 5 دقائق. لهنا كي باش نخدموه الكليماتيزور 5 دقائق السيركوي باش تدور الكل، ولهنا عندنا جوان توريك هذوكم كي ما خدموش الكليماتيزور يشيحوا. كي يدور لهنا السيركوي نتاع الغاز باش تعمل نوع من اللوبريفيكاسيون تزيد، خاطر احنا في السيركوي نتاع الكليماتيزور راي موجود فيها الزيت، والزيت هذاك الدور نتاعو باش يعمل لوبريفيكاسيون للجوان توريك. ماذا بينا احنا في الشتاء على الاقل مره في الشهر نخدموا الكليماتيزور على الاقل 5 دقائق باش ما نهلكوش الجوان توريك، وفي الصيف نلقاو الكليماتيزور نتاعنا حاضر. ومن الحاجات اللي زاد كيف يلزمنا نعملوهم الفيتر ابيتاكل ولا فيتر بولين هذاك على الاقل مره في العام نبدلوه، خاطر لو فات اذا ما نبدلوهش السيركوي نتاع الهواء ما عادش تعدى كونفنابلومون وثما اودور خايبه ريحه خايبه تدخل للكابين. داكور. باهي لهنا باش نحكيو على موضوع اخر زاد كيف بالنسبه للكليماتيزور. شويه خاطر ولا تحب نعملوا عند معناتها عندك تحب نعملوا جزء اخر بالنسبه لهذا ولا؟ سينو نكملوا غدوه. وقت العشاء معناها وقت باش نشري كهرباء شنو نثبت وبعد اكسيدون شنو نثبت حتى ما حاجات برشا لازمنا نكملوا غدوه. ميرسي بوكو سي رمزي عايشك، شكرا ليك ربي يخليك. دونك جي بحذايا توت سويت الاستاذ جمال الريحي، مرحبا بيه، شكرا ليك. في فقره استشارات قانونية لليوم باش نحكيو على نتعرفوا على حقوق الرجل في مجلة الأحوال الشخصية، وثم أخبار وإلا إشاعات تقول اللي ثم إلغاء النفقة حقيقة ولا إشاعة. خنشوفوا صحيح من الغلط مع الأستاذ جمال أريحي. انتوا تسمعوا في اي اف ام 69 من 2 للجمعه من 7 ل 9 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو.
أهلا بكم، شكرا لكم على المتابعة. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. شنو أحوالك؟ مرحبا. عطينا طرح حقوق الرجل، وإحنا نهار كامل نحكيو على المرأة، اليوم صباح كامل نحكيو على المرأة، خليه ياخو حقه الرجل. مرحبا بك بيناتنا أستاذ، شكرا لك على قبول الدعوة. دونك اليوم مشكلة. الرجل في مجلة في القانون التونسي، خلينا نقولوا هي مجلة الأحوال الشخصية. أقرب شوي الميكرو أستاذ. هي مجلة الأحوال الشخصية عموما تحفظ جميع حقوق الأفراد في الأسرة عموما، وأعطت لكل فرد في الأسرة حقوق وواجبات، ومن ضمن الأفراد في الأسرة نلقاو الرجل بما أنه عنصر ومكون أساسي في الأسرة. الرجل التونسي معناها كما في مجالات قانونية مقارنة في الدول العربية وفي الدول الأوروبية، عنده مجموعة من الحقوق، حقوقه على الزوجة كشريك، حقوقه على الأبناء كمعاملة، وك عنده حقوق على الأبناء، عنده حقوق على الأبناء وعنده حقوق على الزوجة والأبناء كما قلنا، ولكن في نفس الوقت عنده واجبات. واجبات يذولي مع متعارف عليه، أما الحقوق الحقيقة مش متعارف عليها برش. الحقوق من ضمن الحقوق حسن المعاشرة مثلا مع الزوجة، من ضمن الحقوق معناها الأبناء يلزم يحسنوا معاملة الأباء. احنا أوتوماتيك هذاك ماشي معناها من غير قانون ولا حاجة؟ لا بالقانون. اي لا بالقانون، وفي حتى تتبعات جزائية في حال العقوق. أي. عقوق الابن شنية بربي تتبعات الجزائية؟ خلينا نمشي خاطر هذيا نشوفوا فيها في المجتمع نتاعنا. ينجم الابن اذا معناها عق والده يعرض نفسه للتتبعات الجزائية. قديش بربي كيفاش تتبع؟ قديش ما انت ثم فيها حبسة؟ فيها سجن. سجن. فيها سجن. العقوق جريمة فيها سجن. سجن وخطية سجن. توصل سجن. حتى القديش سجن أستاذ؟ سجن توصل حتى للسنة سجن. وكيفاش يتم إذا 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 ترافقت مع عنف واعتداء لا يقدر توصل حتى للسنة سجن وأكثر. أكثر هذا في الأدنى. توصل هذه أدنى حاجة إنه سجن. لا مش أدنى حاجة، نحن نمشيهم الخطية حتى للجناية اللي هي أكثر من 5 سنوات. نحن ودرجة الاعتداء الصادر. قضايا في المحكمة فيها برشة معناها كثرت. أكيد أكيد موجودة، ومع الضغط الاجتماعي والضغط الاقتصادي الموجود في البلاد معناها متواترة القضايا، متواترة جدا القضايا، لكن الوالدين في الأخر يجيوا يسقطوا باش ما يحطموش مستقبل الابن ذاك وما يكونش معناها أكثر من قبل أستاذ. أكثر من قبل. أي. به نكملوا حقوق الرجل دونك في مجال الأحوال الشخصية. حقوق الرجل كما قلنا حقوق على الزوجة، حقوق على الأبناء، حسن المعاشرة كما قلنا، على الأبناء حق النفقة للأب معناه عنده حق النفقة على أبناء. ابن عنده أي كما الأم عندها حق النفقة على ابنها البالغ واللي عنده دخل قار، كما الأب عنده الحق معناه على ابنه أنه باش ينفق عليه في حال أنه معناه ليس له دخل. بيانشر. دونك شنو هي الاشكاليات اللي قاعده تصير بخصوص حقوق الرجل؟ يوم ثم رجال قاعده تمشي للمحكمه وتشكي مثلا بنسيها، مش نحكي على طلاق، مش نحكي على ناس تمشي تشكي بابنائها، وناس ورجال يمشيوا يشكيوا بزوجاتهم في المحاكم. شنو هي انواع القضايا مثلا؟ احنا باش نفهموا شويه المجتمع التونسي. موجود جميع انواع القضايا موجوده في تونس. كيما شنو استاذ؟ فما الاعتداءات اللفظيه، فما الاعتداءات الجسديه، فما النفقة، فما الحق الزيارة، وحق حق الزيارة زيارة المحظون، هذا الأكثر تداولا هو حق هو حق الزيارة وحق الاستحاب والمبيت، هذا اللي يطرح أكثر إشكالية معناه. واضح. دونك ثم إشاعة تقول اللي النفقة وما النفقة، وخرجت الحضانة عند رجعت عند البو وغيره. هو حتى في هذا غير ممكن في القانون التونسي، بما أنه قانون تونسي مرجعيته في الأصل الإسلامية، لكن في معناها صار معناها تغييرات وتحديثات على القانون الأصلي اللي هو القانون التشريع الإسلامي اللي كان يحكم البلاد التونسية في وقت ما، لكن مع الـ مع الـ التغيرات القانونية قاعدين تنقيحات اللي خلينا نقوله أي التغيرات ومجال تحويل الشخصية وتنقيحاتها، صار القانون هو القانون الوضعي اللي يحكم البلاد.
واللي يسند الحضانة بشكل آلي للأم أي. إذا كانت في وضعية عادية إذا كانت لي أكيد يلتجئوا إلى الأب ذي معروف ومتعارف عليه. اليوم شنية أغلب المشاكل اللي أنت كأستاذ تشوفها وخاصة بقضايا ثم قضايا ترفع على الزوجة بسبب استعمال العنف على زوجها اليوم؟ تتجرأ موجود المرأة؟ لكن الرجل التونسي يتحرج في أنه بشي يلتجأ للمحكمة يقول ما زوجتي عنفت لكن موجود معناها قلة قليلة. الرجل التونسي عنده أنفة الأنفة متاعه وكرامته ما تسمحلوش أنه يتجاهل المحكمة ويقول زوجتي عنفتني. ولو أنه في بعض القضايا لاحظنا وجود معناه بعض الأحكام الجزائية اللي صادرة ضد الزوجين ما حاضر وأحكام جزائية حتى تعتمد في قضايا الطلاق للضرر معناه. أما قليلة الحقيقة كرامته والأنفة اللي عند الرجل التونسي ما تسمحلوش أنه يتوجه للمحكمة. لكن موجودة هي موجودة في الواقع لكن الالتجاء للقضاء هو اللي قليل معناه. موجود واضح. بالنسبة إلى نكملوا مع الأطفال والأبناء نعرفوا اللي أقرب شخص خاصة الرجل كي يكبر بيان سور هما أبناءه. اليوم فماشي قضايا خاصة بالنوع هذية معناها قضايا في عقوق الوالدين ما يصرفوش على والديهم. نعرفوا اللي المشرع ثم النفقة على الوالدين والرجل بيان سور هو الأب موجود بالقانون. أي بالقانون شنية المشاكل ثم قضايا من نوع هذا فما موجودة وقاعدين الوالدين في تونس يلتجئوا للمحاكم لأنه خاصة مع تغير وضعية الابن وأنه يتزوج ويصير عنده أعباء أخرى ويصير عنده مصاريف أخرى فينسى الوالدين ويولي يخير أنه معناه كي تخير ويقول لك مرتي وصغاري. فلهنا في الوضعية هذه الأب ولا الأم يلتجئوا للقضاء لاستصدار أحكام قضائية لفرض النفقة موجود ويتم تطبيقها أكيد موجود. أما أدي كونديسيون معناها لازم الابن يخدم وعنده سالير بشروط أي حسب حال. شو الشروط بربي أستاذ؟ حسب حال المنفق و أي. وحال الوقت والأسعار معناها أي. وضعية المنفق عليه. إذا للأب ولا الأم يكون عندها مصدر دخل ولا عنده مصدر دخل قار فإنه القانون يعفي الابن من الإنفاق. واضح. شكرا لك أستاذ نورتنا يعطيك الصحة ربي خليك. ميرسي بوكو. نمشي فاصل صغير وراجعين مع أماني الريحي في ستار نيوز. فرات ولا أكثر مصرة إصرارا خسارة. حبيت نحضر لك حاجة مفاجأة نحضرها لك غدوة إن شاء الله. توت سويت جوست ثم نقطة مهمة جدا مش نمشي مع الأستاذ جمال الريحي باش يحكينا عليها. سي جمال شنو حكاية إشاعة حول إلغاء النفقة وإسناد الحضانة للأب؟ هو فما حكينا عليها قبيلة من الأول لازمني نكملها قبل هو فما أخبار وقاعدة من الدولة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه بش يتم إلغاء النفقة وإسناد الحضانة للأب. هذه مجرد إشاعات ما فماش حتى مشروع قانون رسمي معنا قدم في مجلس النواب أو ولا حتى مقترح أو حتى مقترح. هي فما جمعيات حقوقية قاعدة تتحرك تطالب بإلغاء النفقة وبإسناد الحضانة للأب أيه. لكن كما نقولوا في الصحيح ما فما شيء معناه مشروع قانون ما فماش لكن فما جمعيات مجتمع مدني تدافع بالأساس على الرجل طالب بإلغاء أيه. النفقة أو على أقل تغيير معاييرها أيه. تغيير معنى معايير؟ معايير إسناد النفقة معناها إنها تكون أكثر توافقا وتماشيا مع وضعية الرجل لأنه عندنا القضايا بالألاف وقضايا إهمال العيال بالألاف والرجال التوانسة معبية الحبوسات في تونس من أجل قضايا النفقة. عدم دفع النفقة زيدة عنا أبناء في أكيد 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 لكن أحنا عمرنا ما كنا معناها مع فكرة أنه إلغاء النفقة وهذا أمر غير ممكن لأنه النفقة هي مصدر الوحيد اللي باش يعيش به المحظون معناها. إذا صار انفصام في العلاقة الزوجية كيفاش باش يعيش المحظون من غير نفقة لكن معناها من منبري هذا أنا ندعو إلى أكثر ترشيد الأحكام القضائية حتى تكون متلائمة مع واقع الزوجة والزوج وتكون أكثر معناها قابلية للتطبيق لأنك أنت الزوج وقت اللي أنت ترهق بحكم قاسي وغير قادر انه هو باش ينفذ الحكم هذاك فباش يلقى روحه في السجن. ميرسي بوكو استاذ نورتنا الله يخليك. ان شاء الله سي جمال الريحي هو اللي يجاوبكم على الاستشارات. كان عندكم سؤال تنجموا تبعثوه لنا غدوه نطرحوه على الاستاذ ويجاوبكم. ميرسي بوكو. توت سويت نمشي مع اماني الريحي في ستار نيوز. اهلا وسهلا. بونجور.
وليك وحشة الحقيقة عايشة يا بلاصة جماعي يعني جيت. دونك فايزة اليوم باش نحكيو على تتكرر نفس المسرحية نتاع ممثل يمرض وما نلقاو كيفاش نداويوه. مالوغوزمون. دونك اليوم نحكيو على مليكة الحبلاني الممثلة القديرة اللي انشر الممثل المسرحي القدير كمال العلوي تدوينة لي على حسابه الخاص يطلق فيها نداء استغاثة بسبب الحالة الحرجة للممثلة مليكة الحبلاني اللي تمر بها بالأزمة الصحية هذية. أي؟ عفو اللي تستوجب تدخل عاجل من طرف وزارة الثقافة ووزارة الصحة لعلاجها واللي لازم نخاطبوا المعنيين بالأمر لأنه مليكة الحبلين لا تستطيع تحمل تكلفة المشفى أو العلاج. أغلبية الفنانين هكيكا مالوغوزمون راهو بالرسمي راهو حاجة تحشم على الأخر اليوم في بلادنا كي نلقاو هكايا معنا تدوينات متاع فنانين قدمونا برشا أعطونا من روحهم برشا وأعطونا من وقتهم برشا ومن حياتهم برشا وضحاوا برشا حاجات باش يضحكونا نحنا وباش يعملونا أعمال نحنا تونسنا بها كبرنا معها. اليوم نلقاهم في وضعية حرجة خاطر اللي ما قاوش يداويو ما عندهمش حتى خليني يقول قانون يحميهم بخصوص هذايا حتى من المرتب متاحهم هزيل وهزيل جدا ما نجمش والله يفضيحة الحقيقة يعني ما تنجمش حتى تتكلف بمصاريف العلاج متاحها وفما برشا فنانين ديجا وهما بنفس الحالة نذكروا منهم قبل زادة كيف الفنان عيسى الحراف وفما برشا تحية برشا لي برشا اللي كان دخل معنا لي فهم أكيد أكيد. دونك هو لهنا رغم الناس ذوما أميني كبرنا معاهم راهو الناس هذوما ساعات تخذينا منهم باش كوننا الشخصيه نتاعنا باش ضحكونا بكيونا اعطاونا من قلوبهم اعطاونا من روحهم. مش معقول يوم فنان تونسي يمشي يعطي اعمال ويعدي كارير العباد الكل تشهد به ويمشي للعالم وينور بلاده في الخارج اليوم نلقاوه ما ينجمش يمشي يداوي راهو بالحق ماهوش مسموح به ماهوش معقول في القرن الواحد والعشرين. نورمالمون الممثل أبار أنه عنده القيمة الفنية متاعه زادة لازم يكون عنده المعاش متاعه ولا السالير متاعه على الأقل يتحمل حتى تكاليف العلاج متاعه. يا بنتي حق راهو حق في الدستور حق الصحة راهو نقوله على الأقل يعني يتكلف تكاليف يلقى باش يعالج روحه كما قولوا لهنا تو مرتبات تسمع حاجات تقعد تضحك يعني ما كيفهم كيما اي عبد داخل يعني ماهوش في القيمه الفنيه نتاعهم اصلا. تعرف المشكله اللي احنا فينا معناتها في تونس المواطن التونسي يشوف فنان يقول لك هذا ستار هذا يخلص هذا عنده كرهبه فلوس. عنده برشا فلوس ليه راهو مش الكل هكاك راهو عندنا فنانين راهو بالحق معناها عيشتهم بسيطه جدا كيما نشوفوا كل يوم نلقاو في تدوينات نتاع ناس مثقفه ناس فنانه ناس عطات لتونس وعطاتنا ما تنجمش تداوي معناها راهو ما تتخيلوش ستار راهو يسافر من بلاد لبلاد وتغركم معناها الادوار اللي يقوم بها ذيك ادوار ذيك تمثيل اما في الواقع راهو حاجه اخرى جمله راهو الفنان التونسي لازم بالحق يسترجع مكانته الحقيقه معناها اهانه كبيره اني انا نقرا فنان كنت فان به ونحبه ونموت عليه ونتبع فيه اليوم نلقاه مهبط تدوينه ما نجمش يداوي انا نحشم انا قريت تدوينه اللي داعي لذيك الاسامي الفنان زاده مهبط يلوج على خدمه بالنهار اي شفتها تدوينه هذيك اي شفتها. دونك لهنا حاجه الحقيقه تحشم برشا في وقتنا توا كما قلت لك لازم نلقاو حل. اما المشكله وين انه لازم تدخل العاجل للفنانه مليكة الحبلاني لانه بحكم انه هي عندها مرض السكري عافانا وعافاكم الله دونك باش يقوموا ببتر اجرها اذا كان ما صارش التدخل ربي يحميها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نطلبوا لها الشفاء العاجل ونتمنوا انه السلطات تتدخل في هذايا. دونك فايزه تحضر تيك توك ولا لا شوي باه ساعات نشوف الاسامي فرشت شي نهار الجمعه 4 اكتوبر في عرس تيك توكر عفيفه ورمزي الحقيقه لا الحقيقه لا ما اكيد ماخذه كونجي من عندنا اكيد هكاهو ايا للا تم الزفاف نتاع تيك توكر عفيفه ورمزي اللي برشا فنانين حضروا فيه وقاموا باسعادهم لهنا الحقيقة قامت الإعلامية التونسية عربية حمادي بتدوينة على حسابها الخاص تعلق فيها وقالت لا علاقة لي بمنطق زوالي وربي أعطاهم أما القناعة هذه قناعاتي.
دونك لهنا بما معناه حب نفسركم شويه هكايا. دونك اللي قاعدين مشاو العرس تيك توكر هذيا عفيفه ورمزي من تيك توكر من فنانين من صاله افراح من قاعات نتاع تجميل كلهم تبرعوا باش يعاونوهم. و قالت لهنا استاذه عربيه انه عملتوش هذيا مع الزوالي لوجيك، خاطر الحقيقه ما شفناش حتى حدا عمله مع الزوالي. دونك اللي انا شفت حفل زواج، انا الحقيقه تبعته شفت حفل زواج جايين فيه شخصيات مشهوره جوست باش توري وجهها وجوست باش تعمل اوديمات باش تطلع تصويرتها اكثر واكثر. دونك لهنا هو احتفال اللي كنا نراو فيه على تيك توك ولينا نشوفوا فيه على الريال. والحقيقه زاد لهنا فما خبر صادم يتنشر البارح شفته في الليل، الواحد من اقارب عفيفه هبط فيديو مع صانع محتوى ماهوش عايش لهنا في فرنسا، قال لك اللي الحفل الزواج هذايا الكل واللي تصرف عليه ملايين واللي طلعوا واللي عملوا واللي قدوا يطلع فيك امبوسيبل، قصه مفتعله بون. واللي فما التيك توك الرمزي تابع جمعيه معينه دونك للتقصي هذايا نخلي لك الانفستيغاسيون اللي انت اماني ترجع لي بالخبر بقدره الله تلقى عندي الموضوع. اما بالحق معناها بالحق معناها ما لقاوش زوي ولا يعاونوهم ما لقاوش زوي. لا 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 قلت لك انا انت عباره شفت مسرحيه اللي تشوفها انت في التيك توك دونك تلموا غدوه تجيب لي صحيح امين دونك تلموا جماعه تكبس كبس الكل تلموا في قاعه هذيك عندها سبونسور هذيك تروج الماركة هذيك تروج اللونتي هذيك تروج الاوبتيسيان وهذيك للحوايج والناس الكل تلمت عملوا السبونسورينغ نتاعهم خلصوا عليه والناس الكل روحت. وهو من الادهى والامر من الغباء نتاعنا نحن عاد مازلنا ما تاكدناش من الخبر اللي هي اشاعه فيك ولا لا هو 99% غدوه تلقى عندي اما انا متاكده منه الخبر صحيح. باهي ما تقوليش 99% بربي كان يسب حتى تتاكد من بعد قولي. لا ماني انا تاكدت من تليفون اما غدوه باش نعطيك بالضبط. ميرسي بوكو اماني شكرا ليك تحيه ليك. ميرسي باجا في الاخراج شكرا ليك اماني الريحي في الاعداد. ميرسي بوكو ايمان المالكي في الاخراج الرقمي. نتقابلوا غدوه مع فقراتنا مع ليك نيكون نتاعنا يقدموا لكم اهم النصائح. شكرا لكم الناس الكل باي باي ميرسي.